عليكم الغاليات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ صحيحة بخير ان شاء الله تكونوا باحسن حال. اليوم غنشارك معكم هاد لي ميني تارت. صراحة ما كنتش نهائيا عوالة غادي نسجل فيديو ولا المهم جاوب على غفلة قبلوا عليا، والفيديو قصير جدا، نتمنى تخرجوا به بشي فائدة. المهم مقادير ديال الباد ديالنا: كناخدو بيضة، نص كاس زيت، نص كاس سنيدة، نص خمارة، وقبيسة ديال الملح، وكنسم الباد ديالي بالقشور ديال الليمون اولا الحامض اولا الفاني، المهم اللي كيعجبكم. كنخلطو مزيان العناصر ديالنا حتى كيندمجوا، وكنضيفو عليهم الدقيق اللي مغربل. من بعد المهم خاص القوام ديال العجينه يكون متماسك باش تجينا سهله باش نسرحوها في الليمون ديالنا. بالنسبه لي انا غادي ندير الليمون فردين، ثم ديروا وتقدروا ديروا وحده كبيره. المهم العجينه كتجي بحال هكا كيف ما شفتوا، كتجي شاده راسها. كنسرحوها وكنحطوها في الليمون، ومن بعد كنثقبوا من فريشطات وكندخلوها الفران درجه الحراره 180. ما تلهوش اليوم البنات حيت دغيا كيوجدوا. اللي زوين في هاد العجينه انها ما كتحتاج ترتاح، وانها ما كتنفخش في الفران، وما كتحتاجش الزبده. هادشي اللي كيعجبني انا فيها، وكتجي زوينه ولذيذه صراحه. بالنسبه للتزيين انا عمرتو بلا كريم باتيسري، نتوما تقدروا تزينوهم باللي بغيتو. هنا انا زينت بالفريز والليمون، يعني اللي متوفر، ما بغيتش نستعمل البنان لان دغيا كيتبدل اللون ديالو، وانا كنت باغا نخليهم من بعد الفطور. هادو هذا ما كان البنات، كان هذا الفيديو ديال اليوم، وبغيت نشاركه معكم. ان شاء الله يعجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم ولهلي خطكم. كنتمنى تجربوا هاد لي بات، راه كتجي زوينه ومقادير ديالها متواجدين في الدار. سلام، غنقول لكم سلامه، ونتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا بزاف للمشاهده.